شكرا معلقنا كابتن احمد مناع، الف مليون مبروك الفوز النهارده. الحقيقه الفوز النهارده يعني او الفوز بالبطوله دي بيبقى بفرحتين، فرحه بناشئنا الحقيقه يعني فريق الناشئين المواليد 2006 2007 بقياده الكابتن محمد اشرف توفيق، ومش السنه دي بس، واللي قبليها واللي قبليها. يعني معنى كده ان انت عندك قطاع ناشئين محترم جدا في كره السله على مدار الاربع سنوات اللي فاتت وقبليها وقبليها، فانت الحمد لله بتحتفل بشغلك اللي بتعمله مع قطاعك الناشئين، وفي نفس الوقت بتحتفل بالفريق الاول. فرحه النهارده فرحه ضعف، سواء للناشئين زي ما حضراتكم شايفين فرحه الفريق الاول وفريق الشباب او فريق الناشئين في النادي الاهلي، بتبقى ده نتيجه جهد وتعب وتخطيط وعرق. الف مليون مبروك، ان شاء الله مزيد من التوفيق لهذا الفريق.